هلو كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو سو ماشين يوتيوب. كنتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال، عمركم تكون كلها بخير على خير نتوما والحباب والصحاب. اليوم ان شاء الله نوفيل فيديو اللي غادي نديرها لكم في الليل. كيف ما كتشوفوا دابا ديجا عندنا 10:15 دقيقه حتى نعست امير، ليت ما كاينش، مشى الفيتليكس اللي هو سال دو سبور. دونك استغليت الفرصه باش ندير لكم هذا الفيديو اللي غادي تكون ان شاء الله Q&A، اللي هي كيسيون ريبونس، اللي هي سؤال جواب، اللي غادي نجاوب على الاسئله ديالكم نتوما اللي خليتو ليا. دونك السيمانه اللي فاتت كنت غادي ندير هاد لا فيديو لاني ما كتبتش، حطيت لكم ستوري، كتبت لكم فيها سولوني شنو ما بغيتو، يعني كتبت لكم، درت لكم ستوري، كتبت لكم سولوني شنو ما بغيتو، ميكاب، المانيا، على حياتي الشخصيه. وكيف العاده جاوني بزاف ديال لي كيسيون متنوعه، دي كيسيون يعني متنوعه، كل حاجه منها يعني كل واحد وشنو سوال. كاين اللي سول على ميكاب، كاين اللي سول على الزواج، كاين اللي سول على المانيا، كل واحد على شنو سول. دونك اليوم لقيت الفرصه في انني نجي ندير معكم هاد لا فيديو، نجاوبكم على كل شيء من احتل زاد. دونك هاد لا فيديو ان شاء الله غادي تكون على طبيعتها كيف ما كتشوفوا، لابسه بيجاما وجالسه في الارض، وباش هكا نكون اليز وناخد راحتي معكم، نهضر معكم بحال اللي راكم جالسين حدايا، وهكا نتعاودوا وميمطون نجاوب على الاسئله ديالكم. سينو قبل ما نبداو غادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا، هكا دي سونداج ولا دي ستوري بحال هكا، خليو لي حتى نتوما السؤال ديالكم الا كان عندكم شي سؤال. وهذا ما كان، نطول عليكم، نبداو لا فيديو ديالي. دونك نبداو باول سؤال، مهم فين ما كان شي سؤال غادي نحط لكم سكرين هنايا ديال السؤال باش تعرفوا على اش كنهضر. دونك اول سؤال جاني هو، وماشي هذا اول سؤال وانما بزاف ديال الاسئله كيجيو في هذا الموضوع ديال كيفاش ضعفيتي، شنو البروغرام اللي تبعتي، كيفاش درتي نقصتي في هذه المده، زعما شنو، واش درتي شي عمليه. بزاف ديال البنات كيحسب لهم واش درت شي عمليه، يعني ديال شفط الدهون ولا تصغير المائده ولا كل وحده شنو كيحسب لها. كيفاش زعما درتي حيدتي الكرش من بعد الولاده. هذا السؤال تقريبا القليله البنات تيقوني، القليله كيجيني 10 ديال المرات في النهار. بزاف ديال البنات كيسولوا نفس السؤال، والصراحه انا ما غاديش نقدر نجاوب كل وحده بوحديتها ونكتب ليها البروغرام ولا نكتب ليها شنو درت ولا كيفاش وهذا الشيء. لكم البنات بالنسبه للضعف، الضعف انا غلط، المهم نبدا لكم بالغلط. الغلط انا غلطيت، ماشي غلطت بشي دواء ولا شي حاجه، المهم غلطت بالماكله، ماشي اي ماكله. المهم راكم عارفين الفاست فود من جيت لالمانيا، ماشي من جيت لالمانيا وانما قبل الزواج ديالي في الخطوبه ديالي، في داك الفتره ديال الخطوبه كنت كناكل بزاف الفاست فود، برجر، كي اف سي، المهم فاست فود راكم عارفين، ماكدونالدز وداكشي. سكيفي غلطت بواحد الطريقه اللي لا يعقل، يعني بالزربه غلطت، حيتاش كنت كناكل في الليل هاد الوجبات السريعه، الاغلبيه كنت كناكلهم في الليل. سكيفي غلطت بواحد الطريقه ما نقولش لكم، بالزربه وصافي. انا ديك الساعات ما بقيتش كاع كنشوف راسي واش كنغلط، يعني بقيت كنغلط، تزوجت وانا مازال كنغلط. المهم بقيت غاده وكنغلط حتى وصلت علاين 100 كيلو، المهم 90 كيلو وشي حاجه على حسب كل مره وشنو كان شنو كنت كنلقى في الميزان. ولاني المهم كنت قريبا نوصل ل 100 كيلو. دونك هذيك الوقيته فين كنت قريبا نوصل ل 100 كيلو كنت حامله بامير في الاشهر الاخير، يعني في الشهور الاخرانيين، حيت ما يمكنليش ندير ريجيم ولا نتبع شي سيستم ديال الماكله في البدايه ديال الحمل. دونك خليت حتى الاخر ملي كنت غادي نولد امير، وانا نتبع واحد السيستم اللي هو عادي جدا، نظام غذائي عادي، ما فيش شي حاجه يعني واو. تبعت فطور، غدا، عشاء، العشاء يعني ما تموش العشاء المرقه وداكشي. المهم البنات في الصباح كنفيق كنحاول نشرب واحد الكاس ديال الماء يكون كبير باش هكا نشبع مزيان، وكوم ديتوكس، راكم عارفين الماء شي حاجه مهمه، فهمتوا كيفاش، كنعتبروا منه ديتوكس، منه انه كيشبعني. من بعد كنجلس واحد شويه كنمشي ندير لا طواليت ديالي ولا شنو ما كنت غادي ندير، ولا الاغلبيه كانوا كيكونوا عندي دي رونديفو الصباح بكري. كيفي الفطور كنت كنجلو حتى كنرجع للدار، منين كنت كنرجع للدار مثلا الفطور كندير شنو ما كان عندي البنات،
مثلا كنت دايره حريشه كناخذ حريشه مورسو ديال الحريشه صغيره، كان عندي التوست كناخذ جوج ديال لي توست هكا على حساب التوست واش كبير ولا صغير. المهم الا كانوا صغارين كناخذ جوج ديال لي توست، الا كانت كبيره كناخذ غير توست وحده، الا كان فيا الجوع بزاف كناخذ جوج ديال لي توست واخا يكونوا كبارين. كندير فيها سوا زبده سوا فرماج سوا املوش سوا العسل سوا نوتيلا، المهم شنو ما كان عندي شنو ما كيعجبكم باش تفطروا. بعض المرات كندير البيض، بعض المرات المهم انا وحساب الكانه ديالي وعلى حساب شنو مشهيه. كاس ديال القهوه، المهم القهوه كيكون يا حليب يا قهوه بوحديتها كحله بلا سكر. انا كنت البنات كان في الاول منين قطعت السكر كنت ما قدرتش نقطع السكر دغيا، كنت كنحلي بداك سكرين ديال صحاب السكر ما عرفتش شنو كيسميوه بالعربيه، ولكن داك السكر الطبيعي اللي سميتو فيكتيفيا ولا المهم شي حاجه بحال هكا. انا الاغلبيه كنت كنستخدم داك ديال سكرين اللي ما فيهش نهائيا الكالوريز وصافي. المهم وكنفطر عادي كيف ما قلت لكم حليب ولا قهوه ولا اتاي، المهم ولا اتاي هادو ثلاثه وصافي، ولا كورني فليكس مع الحليب وصافي. المهم من بعد هذا الفطور من بعد كنبقى جالسه كنتحرك في الدار، الا كان عندي شي شغل كنمشي نقضيه، الا كان عندي شغل في الدار كنقضيه، المهم كنتحرك ما كنبقاش غير جالسه. هذيك الوقيته البنات كنتمشى بزاف، راكم عارفين في الاخر ديال الحمل كيقول لك خصك تمشي بزاف، كيفي كنت كنضرب واحد المسافه كبيره البنات من الدار ديالي حتى للدار ديال خالتي على رجليا. ما كنتش كنركب في البوس، هو في البوس كدير يمكن شي 20 دقيقه بحال هكاك، انا كنت كنتمشاها على رجلي كلها وكنمشي الي وكنجي غوتور ملي كنمشي عند خالتي وملي كنرجع وصافي. من بعد الغداء، بالنسبه للغداء البنات عاود الغداء المهم تقدروا تاكلوا حقا. المهم الا بغيتوا الا كنتو كيجيكم الجوع بين الوجبه والوجبه، وسختو الا كان بين الفطور والغداء مده طويله، تقدروا تاخذوا ان سناك اللي تفاح اللي هي تفاحه ولا بنانه ولا خمسه ديال اللوزات ولا مورسو ديال الشوكولات الا كيعجبكم الشوكولات، ولا كافي الا بغيتوا تشربوا قهوه كحله اكسبريسو ولا شنو ما عجبكم. المهم داكشي يكون في حدود. ابخي البنات كيف ما قلت لكم كيجي الغداء، الغداء انا كنت كنتغدى مع ديك الخمسة ستة الربعة بحال هكاك، الربعة الخمسة ستة، المهم هذا هو الوقيته ديال الغداء ديالي. كنت كندير عاود شنو ما كان عندي في الدار، كنت دايره لازاني كناكل لازاني، كنت دايره طاجين كناكل طاجين، كنت دايره دجاج كناكل دجاج، كنت دايره بيتزا كناكل بيتزا. كناخد دي بورسيون اللي صغيره بزاف فهمتوا، ما كنتش كنسيستي على النوعيه ديال الماكله قد ما كنت كنسيستي على الكميه ديال الماكله لا كونتيتي ديال الماكله. عاود ما كنت كناكل الطبسيل كبير وليت كناكل الطبسيل الصغير، عاود ما كنت كندير داكشي في الطبسيل كبير وكيبان لي داكشي شويه في الطبسيل كبير، وليت شنو كندير كناخذ الطبسيل صغير وكندير فيه واحد شويه وكيبان لي داكشي كبير كيفاش كناكل. المهم هو في الاول اكيد غاتجيكم صعيبه حيتاش راه ساهل باش تغلاضي ولكن صعيب باش تضعفي، سختو الا كنتو وصلتو لواحد الغلد اللي بزاف يعني زدتو بزاف ديال الكيلوات صعيب فريمون باش تضعفوا، ولكن يكون تيقوني الا تبعتوا هذا السيستم اللي قلت لكم كونوا اكيد باللي غادي تضعفوا بلا ما تحرموا راسكم بلا ما تكونوا بلا ما تحسوا بلا حتى شي حاجه. دونك فوالا كيف ما قلت لكم كنت كناخذ هذاك الماء الغدا ديالي، مثلا كنت دايره طاجين، انا الاغلبيه في ديك الوقيته كنت كندير طاجين شي حاجه فيها الخضره، المهم كان كيعجبني ناكل الخضره بزاف دي سالاد. المهم مثلا كنت دايره طاجين ديال المرقه ولا شي حاجه ولا ساندويتش ولا شي حاجه، ضروري قبل كنت كندير واحد زلافه ديال الشلاضه فيها الخس الخيار مطيشه المهم عاد السلطه الخضراء فيها مثلا كورنيشون ولا المهم شي حاجه شي حاجه خضراء، ما تاكلوليش الرز وبطاطا وداكشي هذوك لي سلطه ديال الرز وبطاطا غير نساوهم، ولا كنتو غادي تاكلوهم غادي تدخلوهم مع شنو كنقولوا له الكربوهيدرات، يعني عوض ما تاكلي مثلا بطاطا في الطاجين غادي تاكلي داك البورسيون، عوض ما تاكلي مثلا بطاطا في الطاجين غادي تاكلي داك البورسيون ديال سلطه ديال الرز ولا ديال البطاطا ولا شنو ما بغيتي. دونك هادشي اللي كنت كندير البنات كيف ما قلت لكم هذا هو الغداء ديالي عندي. بالنسبه للبنات الا حبستوا العشاء كيف ما قلت لكم بشكل نهائي يعني في الدقه الاولى غادي يبان لكم النتيجه بواحد الطريقه يعني سريعه جدا، وغادي تبان لكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف في وقيته قصيره بزاف. ما سينو الا كنتم يعني
ما تقدروش ما غاديش تقدروا تستغناو على العشاء في الدقه الاولى. العشاء شنو تقدروا تاكلوا مثلا الا ما كليتوش مزيان في الغداء؟ كنت كناكل ليا اون سالاد هكا ديال الخس والخيار، ولا اون سالاد دو فروي، المهم يكونوا شويه ديال التفاح، شويه مثلا ديال الفريز، ولا شويه ديال الفرامبواز، ولا المهم شنو ما كان عندي، مانجو، ولا المهم البنان في اللي البنان، بطاطا، الخبز، السكر، هادشي ممنوع في الليل. مورا السته ممنوع منعا كليا. اما كيف ما قلت لكم سلطه دو فروي تكون فيها مانجو، مانجو ولا فريز ولا تفاح ولا بعويد ولا شنو ما كان عندكم، ولكن الكونتيتي تكون صغيره. بالنسبه للسلطه ديال الخضره شنو قلت لكم عاود، تكون فيها القرعه مثلا اذا كتعجبكم، الفلفله، مطيشه، الخس، الخيار، المهم هي داكشي اللي فيه الكربوهيدرات بحال البطاطا وداكشي بعدوا منه. المكسرات حتى هي في الليل بعدوا منها حيتاش فيها نسبه دهون كبيره بزاف، بعدوا منها. المهم هادشي اللي كنت كناكل، ولا تقدروا ديروا يوغورت مسوس مع شي فاكهه وتاكلوهم هكا وصافي البنات. بالنسبه للرياضه ما كنتش كندير كاع الرياضه، قليل في كنت كندير شويه ديال السبور في الدار، كنتبع هكا تمارين غير هكا بشويه، المهم راكم عارفين ما كنتش كندير شي حاجه بشكل منتظم. وهذا هو البروغرام اللي كنت تبعت، ونزلت كثر من 20 كيلو، كثر من 20 كيلو. كان ديك الساعات فيا شي 100 قل شي حاجه، دابا فيا 60 كيلو. دونك فوالا هادشي اللي درت. بالنسبه للسؤال الثاني البنات، واحد البنت سولاتني شنو كنتي كتقراي قبل ما تزوجي. صراحه انا اصلا تزوجت صغيره على عمر 18 عام، دونك اون فوا خديت الباك ديالي تزوجت. قبل ما نتزوج كنت دايره سيونس فيزيك، علوم فيزيائيه وكيميائيه في الباك. وقبل ما ناخذ الباك يعني في سيزيام اني كنت دايره سيونس مات علوم رياضيه، وفي الباك كنت دايره علوم فيزيائيه. دابا ان شاء الله مورا الباك دابا غادي نكمل قرايتي ان شاء الله اللي وقفات في الباك. السؤال الثالث البنات، هذا السؤال عاود كيجيني بواحد الطريقه اللي بزاف كيجيني بواحد الطريقه اللي فريمون بزاف. كيفاش تعرفتي على راجلك وكيفاش بدات قصتكم؟ المهم فين تعرفتي على راجلك؟ كيفاش تعرفتي على راجلك؟ واش كانت بيناتكم شي علاقه زعما عائليه، ولا تعرفتوا عن طريق الاصدقاء؟ كل وحده شنو كتقول. المهم هذا السؤال بزاف كيوصلني، وصراحه البنات راه الا جيت نعاود لكم القصه ديالي انا وراجلي كيفاش تعرفنا غادي نباتوا هنايا. دونك انا ان شاء الله مازال في بالي غادي ندير لكم قصه التعارف ديالي انا وليت، غادي نكونوا انا وليت وغادي نقول لكم كل شيء كيفاش تعرفنا من ا حتى زاد، من طقطق حتى السلام عليكم. غير هو كانت علاقه عن طريق اصدقاء، يعني تعرفنا عن طريق ديال دابا البنات غادي ندوزو السؤال الموالي اللي هي من عند واحد البنت سميتها آية، قالت لي اشنو كديري في حياتك دابا، واش خدامه اولا كتقراي؟ صراحه دابا ما خدامه ما كنقرا، ان شاء الله عاد غادي نبدا القرايه حيت راكم عارفين منين تزوجت. في الاول ما كانش عندي الحق انني نقرا، تا قدينا الوراق وداكشي، من بعد جاء امير، من بعد من لقيت له بلاصه في الحضانه، ماشي في الحضانه اون فيت، في ديك اللي كتكون بحال الحضانه ما عرفتش شنو سميتها، وانما كتكون واحد المراه يعني خدامه مع الدوله بحال شكل ديال الحضانه، كتشد الوليدات عندها في الدار، والمهم بحال الا تابعه للحضانه، المهم شي حاجه بحال هكا ما عرفتش شنو كيسميوها. هنا سميتها متاتاك. من لقيت له بلاصه المهم بلاصه الامير، ديك الساعه جات كورونا، المهم ملي جات كورونا راكم عارفين اصلا هذوك الناس اللي كانوا ديجا كيقراو، راكم عارفين مره كيوقفوا مره كيقراو مره كيوقفوا مره كيقراو، كيفي مع هاد الظروف ما اضطريت انني ما نقرا ما حتى شي حاجه. واصلا كانوا حبسوا داك متاتاك في واحد الوقيته على ود كانوا تزادوا الحالات بزاف هنا في المان، كيفي انني اضطريت انني حتى القرايه ديالي تبقى واقفه. دابا ان شاء الله امير عنده الحضانه في شهر 8، ان شاء الله غادي يبدا الحضانه ديالو في شهر 8، وديك الساعه انا غادي نكون. واحد البنيته سولاتني ولاني الصراحه ما عرفتش شنو نقرا السميه ديالها حيت شي يمكن كاتبه واش بالكوريه ولا بالشينويه ولا ما عرفتش، المهم شنو سميت واقي الشمس اللي كتستعملي
و كنحبك حتى انا كنحبك بزاف بزاف. دونك شنو سميت الواقي ديال الشمس اللي كنستعمل؟ صراحه ما كنستخدم حتى شي واقي ديال الشمس، ولكن ان شاء الله غادي نبدا نستخدم واحد من عند لاغوش بوزي. غادي نحط لك التصويره ديالو هنايا، هو اللي ناويه انني نبدا نستخدم، حيت الصراحه عمري في حياتي ما استخدمت شي ايكرون سولي ولا شي حاجه بحال هكا. عمري 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 في حياتي ما استخدمت شي واقي ديال الشمس ولا شي حاجه. ولكن دابا منين بديت كنقرا على هادشي ديال مواد تجميليه ولا ايش كتفيد ولا كريم وداكشي التخربيق، المهم كله عرفت بلي الواقي الشمسي عنده واحد الدور عنده واحد الدور مهم بزاف 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 للبشره. كيحمي لنا البشره ديالنا بواحد الشكل، يعني بواحد الشكل اللي واو، كيحمي لنا البشره ديالنا بواحد الشكل اللي زعما كبير بزاف. وانا صراحه كنت كنستغنى عليه دائما، يعني كنت مستغني عليه طول حياتي. ودابا ان شاء الله عاد غادي نبدا نستخدمه. المهم اللي غادي نشريه غادي نشاركه معكم هو هذا البنات ديال لاغوش بوزي، حيت هذا هو اللي سمعت عليه بزاف ديال الناس كيهضروا عليه. وحتى ماما صراحه كنشري لها من نفس لاماك، غير هو اللي كيجي في التوب، ما كنشريلهاش هذا اللي كيجي في القريعه، كنشريلها اللي كيجي في التوب ومن نفس لاماك. السؤال الموالي اللي هو من عند واحد البنت سميتها كريمه، قالت لك شنو هو مرطب الوجه الدهني، مرطب الوجه الدهني والثمن بالدرهم بليز. صراحه انا جربت بزاف ديال المرطبات من بزاف ديال لي ماك، ولكن كندور 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 وكنرجع لهذا اللي ديال لوريال اللي كتشوفوني دائما كنستخدمه. وهذاك البنات اللي كنستخدمه دائما غادي نخلي لكم التصويره ديالو هنايا، هو للبشره الدهنيه وللبشره الجافه، للبشره الحساسه، للبشره شنو كنقولوا ميكست، ما عارفش شنو كيقولها بالعربيه، مختلطه، للبشره المختلطه. جميع انواع البشره تقدروا تستخدموها، كاينه ديال النهار وكاينه ديال الليل، كاينه ديال الصباح يعني ديال تاك، وكاين ديال نخت، كاين ديال الصباح وكاينه ديال الليل. والصراحه زوينه بزاف، يعني سواء كانت بشرتك دهنيه ولا مختلطه ولا جافه غادي تولم لك البشره ديالك، حيت هو غير ديال الترطيب، ما كيتحكم لك لا في الزيت ديال وجهك لا في البي اش لا في حتى شي حاجه، هذاك هو غير ديال الترطيب. دونك وماشي مزيت، يعني يصلح لجميع انواع البشره. وملي غادي تمشيو تشريوه غادي تلقاو اصلا كاتبين لجميع انواع البشره، وهذاك سميتو ديال لوريال مكتوب عليه 24، يعني كيدغطي لك لابو ديالك لمده 24 ساعه، والثمن ديالو كيدير 3 اورو جوج الاورو شي حاجه. المهم غادي تكون هي 30 درهم، غادي تلقاوه في لي كونت سيرفاس بحال مرجان كارفور، راه كيجيبو لا مارك ديال لوريال وفريمون زوينه بزاف، خديها بعينك مغمضه وغادي تعجبك على ضمانتي. المهم البنات غادي ندوزو للسؤال الموالي. واحد البنت قالت بلي واش ما كتفكريش تجيبي شي بنيته وحده اخرى؟ صراحه انا هاد الوقيته ما كنفكر لا نجيب لا بنيته لا وليد، امير كافي وقاضي الغرض، امير راه فيه 10 فريمون. هاد الوقت كنفكر انني غير نكبرو هو ونكمل قرايتي، حيت كما كتعرفوا منين حبست القرايه كنت وصلت للباس. وصراحه انا الهدف ديالي في الحياه ماشي هو انني غير نولاد ونقابل الدراري ونكون ربه بيت، لا باغا نقرا، باغا نكمل قرايتي، باغا نخدم، باغا يكون عندي مستقبل ديالي انا نديرو انا، يكون عندي هدف ديالي انا نحقق الهدف ديالي انا اللي بغيت. دونك ونحقق الحلم ديال الاب ديالي، حيت بابا دائما لحد الان تيقول لي خاصكي ضروري تكملي قرايتك، خاصكي ضروري تكملي قرايتك، خاصكي ضروري تكملي قرايتك. وهادشي اللي ناويه ان شاء الله ندير، حتى لايت كيفكر نفس التفكير كيقول لي زعما كملي قرايتك وداكشي ديري داكشي اللي. ودابا البنات غادي ندوز لهذا السؤال لواحد اللي سقت ليا، شنو هما احسن الكريمات الاساسيه اللي نقدر نستخدم بشكل يومي؟ مشيت جبتهم باش نوريهم لكم ونشاركهم معكم، نوريكم شنو هما الكريمات الاساسيه اولا الفون دو تان اللي تقدروا تستخدموا بشكل يومي. واللي صراحه هاد الربعه اللي غادي نشارك معكم هما افضل كريمات اساسيه ديال كل نهار، يعني بالنسبه للبنات اللي خدامات ولا بالنسبه للبنات اللي كيقراو ولا بالنسبه للبنات اللي كيديروا ستاج واريفر، المهم اللي كيبغيو يديروا فون دو تان بشكل يومي. هاد الربعه اللي غادي نشارك معكم هما احسن وحدين اللي تقدروا تستخدموا، التغطيه ديالهم جد 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 مرضيه، الثمن ديالهم جد 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 رخيص، و يصلحوا البنات كلهم.
دونك فوالا غادي نبداو باول واحد اللي كلشي كيعرفو اكيد هو هذا البنات ديال فيتمي ميبلين. هذا البنات زوين 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 بزاف. غير هو راه كاين فيه جوج ديال الانواع، هذا بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره جافه اللي كيجي في القرع ديال الزاج، واللي كيجي في القرع ديال التوب. هذاك كيجي في التوب، القرع ديال التوب اللي كيجي في التوب، هذاك بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره دهنيه. دونك هذا البنات ديال فيتمي يمكن كيدير شي 60 درهم ولا ما نعرف، الثمن ديالو رخيص بزاف، زوين بزاف، التغطيه ديالو فنه فنه، وانت اللي كتحكمي فيها. الا كان عندك الحبوب بزاف في الوجه ديالك ولا ايطاج خاصك تكثري منه. الا كانت عندك ما كانش عندك بزاف ديال الحبوب وداك الشيء لي زام فيكسيون وداك الشيء، غديري واحد الطبقه اللي صغيره وغادي يغطي لك كل شيء. الثاني واحد هو هذا ديال كاتريس البنات، هذا اللي كيجي على هذا الشكل في هذه القريعه بحال هكا. اش دي ليكويد فونديشن من عند كاتريس، هذا فريمون زوين بزاف. هذا ماشي بزاف باش بديت كنستخدمه، ولاني وليت ولا ادمان، ولا ادمان ضروري في الفيديوهات تقريبا ديالي يمكن شي سيمانه وانا فوق ما كنصور شي فيديو كنستخدمه، حيت اش فريمون زوين بزاف، واعر 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 بواحد الطريقه ما نقولش لكم. البنات يصلح للبنات اللي كيستخدموا الفوندو تاع بشكل يومي، الثمن ديالو رخيص بزاف، حتى هو يمكن شي 60 درهم بحال هكا تقريبا. هادو كلهم نفس الاثمنه وزوين. المهم هادشي نقدر نقول لكم. حتى هو التغطيه ديالو متوسطه، ماشي فول، متوسطه، ولكن زوين بزاف. بالنسبه لا تيكستور ديالو هذا كيجي شويه خفيف خفيف، يعني الا بغيتي يغطي لك كلشي خاصك تكثري منه، ديري الطبقه الاولى تبلانديها وداكشي، وديري الطبقه الثانيه وتاستومبيها تبلانديها عاود. دونك فوالا. الفوندو تاع الثالث هو هذا البنات من عند ميبلين سوبر ساي، هو هذا البنات سوبر ساي 24 ساعه. يا هو هذا ميبلين سوبر ساي فول كفر. هذا البنات بالنسبه للبنات اللي عندهم بزاف ديال الحبوب وبزاف ديال لي طاش، بزاف ديال لي زانفيرفيكسيون في وجههم، غادي يعجبهم بهذا، حيت هذا فول كفر كيغطي لك كلشي كلشي كلشي. لا تيكستور ديالو ماشي ثقيله ولكن فريمون التغطيه ديالو زوينه بزاف. هذا يمكن كان كيدير شي 12 اورو اللي هي 120 درهم ولا شي حاجه بحال هكا، زوين بزاف. تقدروا تستخدموه بشكل يومي كيف ما قلت لكم، وتقدروا تستخدموه حتى كونسيلر حيت فريمون زوين. اخر فوندو تان هو هذا البنات سميتو سكين ترو من عند كاتريس اللي كيجي على هذا الشكل. هذا البنات يلاه خرجاتو كاتريس جديد، ولكن راه فريمون زوين بزاف، جربته بزاف ديال المرات عاد باش قدرت نحكم عليه، فريمون زوين بزاف. هو لا تيكستور ديالو ثقيله واحد شويه حيت هادو بجوجهم من عند كاتريس، هذا من عند كاتريس وهذا من عند كاتريس، ولكن هذا لا تيكستور ديالو خفيفه جاي بحال شكل ديال الماء، وهذا لا تيكستور ديالو داير بحال شكل ديال شي موسترايزين، المهم داير شحال ثقيله واحد شويه. مي سينو هذا التغطيه ديالو كثر من هذا، هذا لا درتي غير واحد شويه كيغطي لك كلشي، وهذا لا درتي شويه ما غاديش يغطي لك كلشي. باغ كونتخ الا درتي جوج ديال لي كوش غادي يغطي لك كلشي. دونك هذا زوين بزاف بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره جافه كثر، غادي يعجبهم كثر حيت كيرطب، حتى كيرطب البشره وكيبقى مده طويله في الوجه ديالك، يعني ديريه وبقاي به النهار كامل. ايوا لك فيديوهات كانت هذه هي راه فيديو ديال هذا النهار، كنتمنى تعجبكم. صراحه مازال كاين بزاف ديال لي كيسيون، ولكن ما غاديش نقدر نجاوب على لي كيسيون كلهم في نفس لا فيديو، سينو غتجي لا فيديو طويله بزاف. خليو ليا في لي كومونتير الا بغيتو ندير لكم الجزء الثاني، سينو الا كانوا عندكم دي كيسيون وحدين اخرين تقدروا تخليهم لي في لي كومونتير، ولا تقدروا تجيو عندي بريفي في انستغرام ولا في فيسبوك وتقولوهم ليا، وهذيك الساعات انا غادي نجاوبهم، غادي نجاوبكم يا بريفي يا في اون فيديو الا درت هكا بارت 2 من هذا النوع ديال لي فيديو. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى تعجبكم لا فيديو ديال هذا النهار. الا عجبتكم خليو لي امتي لايك كومونتير زوين بحالكم، واشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش. تصبحوا على خير ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.